السلام عليكم وأهلا بكم في مصر ذات الأحداث. يقول محللون اقتصاديون إن إيقاف الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية التابعة للبنك المركزي في عدن إنها محاولة لوضع حد للتدهور الحاصل في العملة المحلية. نناقش في هذه الحلقة ما جدوى إيقاف تحويل الأموال من المحافظات المحررة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا إيران الحوثية، هل ستضع حدا لتدهور العملة المحلية؟ كيف ينظر الحوثيون لهذه الخطوة؟ ما البدائل أيضا لهذا الإيقاف؟ أناقش هذه التساؤلات وغيرها مع ضيفي في الاستوديو المحلل الاقتصادي الدكتور إلياس الذبحاني. مرحبا بك دكتور إلياس. أهلا وسهلا بك أستاذ عدنان. إذن مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ النقاش نشاهد هذا التقرير. إيقاف تحويل الأموال إلى مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية باستثناء مصرف الكريمي قرار اتخذته الحكومة بعد بدء الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية التابعة للبنك المركزي في عدن عملها، وربط العديد من الشركات والبنوك في المناطق المحررة بنظامها. والقرار وفقا للبنك المركزي ضمانة للرقابة على التحويلات المالية المحلية وإخضاعها لمعايير الامتثال الدولية والقضاء على التشوهات السعرية ووقف العبث والمضاربات بالعملة الوطنية. مصادر اقتصادية أوضحت أن شبكة التحويلات الموحدة التي أطلقها البنك المركزي في عدن خطوة جيدة لمكافحة المضاربة في أسواق الصرف وتعزيز سيطرة البنك المركزي على النشاط المصرفي، لكن تحقيق أهداف الشبكة مرهون بحسب الصحفي الاقتصادي وفيق صالح بمدى قدرة البنك على فرض حضورها في مختلف المحافظات والمناطق. ميليشيا الإرهاب الحوثية أصدرت من جانبها تعميما للبنك المركزي الخاضع لسيطرتها بصنعاء بمنع صرف الحوالات الخارجية عبر أي وكيل للشركات والبنوك خارج مناطق سيطرة الجماعة أو من الفروع التي لم يصرح لها البنك الخاضع للميليشيا. تناقضات يتساءل أمامها المواطنون عن مدى التدابير التي اتخذتها الحكومة لإنجاح خطواتها وفرض قرارها لضمان عدم تكرار خطيئات الميليشيا منذ انقسام العملة وما أدى إليه ذلك من كوارث منذ سنين. فهل تأتي الخطوة الحكومية الأخيرة مدروسة وبضمانات نجاح، خصوصا وأن الفكرة تمت مناقشتها والإعداد لها لسنوات، أم يصدر القرار ثم يترك الميدان للميليشيات؟ شكرا للزملاء الذين أعدوا هذا التقرير. أبدأ نقاش مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور إلياس الذبحاني المحلل الاقتصادي. دكتور إلياس، في البداية كيف تقرأ هذه الخطوة إيقاف التحويلات من مناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية مع الإبقاء على جهة تحويل واحدة في مناطق المحافظات المحررة؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، وشهر مبارك عليكم جميعا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. في البداية أحب أن أنوه إلى نقطة مهمة، أن الحركة التي اتخذها البنك المركزي هي حركة كان لابد أن تكون سابقة للوقت هذا، يعني توقيتها أعتقد أنه كان في نوع من التأخر، تأخروا في اتخاذ القرار. بيد أن القرار هذا في ظاهره الخير، وأنا كنت أعتقد إذا كان هذا القرار صدر قبل سنتين أو ثلاث سنوات كان بيكون له أثر كبير في إضعاف القدرات المالية والاقتصادية عند الحوثيين. إجمالاً القرار هذا يشكل ضربة قوية للحوثيين، والدليل على ذلك أن الحوثيين أصدروا قرارهم بمواجهة قرار بنك عدن بعد يوم واحد أو يومين من إصدار القرار في عدن. هذا يعطيك دلالة على أنه مصدر القوة كان من بنك عدن وليس من بنك صنعاء. بنك صنعاء تقريبا شبه متوقف من بداية 2019، تقريبا شبه متوقف. الكيانات الموازية التي خلقها الحوثي في صنعاء أبطلت الكثير من أعمال البنك المركزي في
المنطقة الخاضعة لسيطرة الحوثيين. أما إذا جينا نتكلم على موضوع بنك عدن، بنك عدن للأسف الأدوات التي يستخدمها محدودة جدا. البنك المركزي في عدن. نعم، البنك المركزي في عدن الأدوات التي متاح له أن يستخدمها محدودة ولا تكاد تذكر، والدليل على ذلك تأخر إصدار هذا القرار. إلى ما نعزو هذه المحدودية في يعني؟ المحدودية سيدي الكريم نعزوها لعدة أسباب. أول سبب الحرب القائمة وإشكاليات التي يضعنا بها الحوثي كل يوم، من إشكاليات عسكرية وإشكاليات اقتصادية. أضف إلى ذلك أن الدولة في عدن لا تزال لم تتشكل بشكل كامل، ما زالت في بعض النواحي من الصورة ضبابية. لا أريد أن أدخل في تفاصيل أخرى سياسية، أنا كوني اقتصادي بتكلم على الجانب الاقتصادي، ولكن الاقتصاد هو قرين السياسة. لا يمكن نتحدث عن الاقتصاد ونغفل الجانب السياسي. يعني بما عزل عن السياسة لا يمكن الحديث عن الاقتصاد. الاقتصاد والسياسة كل منهما مرتبط صنوان بلا صنوان، لا يفترقان. نعم. إذا تحدثنا عن السياسة فنحن نتحدث عن الاقتصاد غصبا عننا، وكذلك العكس. لذلك الجانب السياسي ضعيف بسبب الحرب وبسبب بسبب المتغيرات الموجودة على الساحة في جانب المناطق المسيطرة عليها الشرعية. هذه نقطة. نقطة ثانية، محدودية الأدوات المستخدمة تلزم البنك المركزي في عدن باتخاذ تدابير تتناسب مع محدودية هذه الأدوات. مثال، أنا عندما أعطيك صلاحيات كاملة في جانب سياسة النقد القائمة في الدولة، وهذه السياسة بموجب قرار التعويم السابق في 2013 أو 14 لما صدر قرار التعويم، بموجب هذا القرار فأنت خاضع لقانون العرض والطلب في السلعة. طيب العرض والطلب خاضع لإيش؟ لإرادتك كدولة. نحن الآن متوقف إرادتنا في الدولة، محدودة الإيرادات، ضرائب وجمارك حتى لا تصل إلى الدولة بشكل كلي. مصادر العملة الأجنبية ضعيفة، لا يوجد تصدير، لا يوجد صناعات، لا يوجد إنتاج محلي أساسا. يعني كنا نحن نعتمد على مصادر الدخل للعملة الأجنبية من خلال من؟ صادرات النفط والغاز وغيره. احنا الآن متوقفين، فالبنك أدواته محدودة بسبب هذا الموضوع. بالإضافة إلى أن بنك مركزي عدن لا يزال الكوادر التي فيه كوادر ليست ما نسميها معتقة. الجانب الخبرة في عمل سياسة النقد في الدولة لا يتطلب كوادر أنا أسميها كوادر شابة، لا، أنا أحتاج خبراء معتقين في هذا الجانب. بالإضافة إلى وجود الشباب، وجود الشباب مهم، ولكن وجود الخبراء المعتقين والذين يعلمون بواقع اليمن اقتصاديا يستطيعون أن يتخذوا قرارات متناسبة مع الظرف ومع الزمان وما هي عائداتها وتبعاتها على المواطن. هذا القرار مثل ما هو يحمل جوانب إيجابية يحمل جوانب سلبية. الجوانب الإيجابية سيحد من سيطرة الحوثيين على العملة بما يخص عملة الشرعية، العملة الرئيسية للدولة. لا ننسى أن عملة صنعاء، وهي العملة التي لا نعترف بها كدولة ولكن نعترف بها واقعيا، هي موجودة، هي أعلى قيمة من قيمة العملة المحلية الرسمية حقنا، أعلى من القيمة. لماذا؟ لأن هناك قرارات وتدابير سياسة نقدية في صنعاء حازمة بموجب قوانين الميليشيا وليس بموجب قوانين دولة. نعم دكتور، هناك إيجابية أيضا سأعود إليك ولكن نشرك معنا في النقاش الدكتور يزن الأعوش الخبير الاقتصادي. مرحبا بك معنا في مسردات الأحداث. ما جدوى إيقاف تحويل الأموال إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية مع الإبقاء على جهة تحويل واحدة؟ شكرا للإستضافة. أولا من حق حكومات الشرعية اتخاذ الإجراءات التي تراها ملائمة
للحد من المضاربة في العملة ولمراقبة عملية تحويلات ولمراقبة عملية تهريب العملات الصعبة. هذا أولا. ثانيا، الدستور كافي لحرية العمل والتحويلات، وقالت الدولة لترعى حرية النشاط الخاص بما فيها حرية الحركة والنقل والتحويلات، ومن ثم موجود الدولة لمنع القيود ورفع معاناة المواطنين. ومن ثم فإن وضع القيود من قبل الحوثية ما هي إلا زيادة في معاناة الناس. هذه التحويلات قد تكون لمريض يحتاج لعملية جراحة، أو طالب يحتاج مستلزمات الدراسة، أو تحويلات للمحتاجين ورعاية الأسر. ومن ثم رد فعل حكومة الحوثية لمنع التعامل مع الشبكة الموحدة، وهذه الشبكة هي كل الصرافين المشتركين فيها في حكومة الشرعية أو المتواجدين ولها فروع في صنعاء، هي مفتوحة التعامل من خلالها. إذن هو عندما يمنع عمل الشبكة هذه هو يضع قيود تزيد من معاناة الإنسان. ما الضرر من الشبكة الموحدة؟ إذن هو على التساؤل الذي يطرح نفسه. إذن ما دام الحوثية هي تمنع هذه الشبكة، إذن هي مستفيدة وتستغل الشبكات الغير مراقبة لمصلحتها. هذه الجماعة تتفنن في اختراق المعاناة للمواطن، قطعت الاقتصاد، قطعت الجهاز المصرفي، منعت تصدير النفط، وتشن حروب سياسية على الشرعية، وهي بذلك تمارس الحرب على الشعب اليمني. اليوم عندما تمنع التحويلات إلى مناطق سيطرة الحوثية، هي بحد ذاتها تعمل على رفع معاناة المواطن وتزيد معاناة فوق معاناة، وخاصة في هذا الشهر الكريم. نعم، هل ستضع هذه الخطوة حدا للتدهور المريع للعملة المحلية في المناطق المحررة؟ والله إن كنت تتكلم عن هذا الإجراء على أساس أنه الوحيد في معالجة الاقتصاد، فمستحيل أن يكون هذا الإجراء هو الحل النهائي. معالجة الاقتصاد تتطلب مجموعة من الإجراءات والحزم المتزامنة فيما بينها البين. هناك عدد من الجوانب التي ينبغي اتخاذها من أجل إيقاف التدهور. من هذه الجوانب، الحد من استزاف العملة الأجنبية خارج مناطق الشرعية، سواء نحو مناطق الحوثي أو خارج الدولة نفسها، لأن في عندنا حد كبير، حد مهول من الأموال الهاربة خارج اليمن باتجاه تركيا، باتجاه الأردن، باتجاه مصر، وهذا أمر لا يخفى على عاقل. فهذا أيضا من الجوانب المؤثرة. في أيضا جانب مهم، وهو تعزيز الإيرادات العامة. من الإيرادات العامة إيرادات الجمارك، الضرائب، إيرادات المصالح الاستراتيجية مثل الموانئ، فهذا لابد أن تعزز ولابد أن تضبط، ويتم ضبطها من خلال تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمنع إهدارها ومنع ممارسة الفساد عليها. أيضا من الجوانب الأخرى تفعيل الأجهزة الرقابية، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، نيابة الأموال العامة، مكافحة هيئة مكافحة الفساد وما إلى ذلك. فهذا هو الذي بالفعل بينقذ الاقتصاد، ليس مسألة إجراء وحيد. وفي حقيقة الأمر يا أخي العزيز، أنا لاحظت أن في بوادر لمسألة اتخاذ إجراءات موجهة. فعندك القرار الذي صدر من رئاسة الوزراء في مسألة الحد من النفقات الدبلوماسية، نفقات السفر نحو الخارج. أيضا جانب آخر، توجه رئاسة الوزراء نحو تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. أيضا اللي هو مسألة تقييم وفحص الجهات الإيرادية مثل مصلحة الضرائب. فهذه الجوانب هي اللي فعلا بتنقذ الاقتصاد. نعم، شكرا جزيلا لذيزن الأعواش، الخبير
الاقتصادي. وأعود إليك دكتور إلياس، يعني أشرت إلى أنه هذه الخطوة لها تداعيات إيجابية ولها تداعيات سلبية، لك أن تكمل التداعيات الإيجابية، وماذا أيضا عن التداعيات السلبية؟ التداعيات الإيجابية هو أننا سنصبح متحكمون بسعر عملتنا، لن يتدخل أطراف آخرون، نحن نعني بالآخرين الحوثيين. لكن أيضا الجوانب الإيجابية لا أستطيع تحديدها بالضبط، ولكن نستطيع التلميح بمحدودية هذه الإيجابيات. الإيجابيات: ممكن أن يستقر سعر العملة مقابل العملات الأجنبية لفترة أطول مما هو الآن قائم عليه، يعني سيتيح أمام المستثمرين وأمام البنوك ومؤسسات النقد والمال، سيتيح لها التنفس أكثر مما كان سابقا. أنت تتكلم عن تغير سعر العملة شبه اليومي، لأنه إيش السبب؟ كان من سابق بعد أن تغلق محلات الصرافة، وطبعا أحب أن أنوه إلى موضوع الصرافة، وجود شركات الصرافة يدل على ضعف البنك المركزي. وجود ونشأة هذه الشركات كالنار بالهشيم دليل على ضعف أداء ودور البنك المركزي اليمني. لماذا؟ لا يجب أن يتم التحكم بالعملة الأجنبية في الدولة إلا من خلال مصدر واحد، وهو البنك المركزي، وهو بنك البنوك، ويسمى بنك البنوك البنك المركزي، البنك المركزي اليمني. يجب هو الذي أن يتصدى لأي عملية تشوه العملة، ويجب هو الذي أن يحدد سعر العملة. هل هذه واحدة من عمليات التصدي؟ هذه واحدة من جزئية، ولا نقول واحدة، جزئية من ضمن جزئيات كثيرة نتصدى بها لهذا الموضوع. لماذا؟ كان من سابق قبل هذا القرار، تصور نحن 10-9-8 أفراد بعد أن تغلق شركات الصرافة، معنا جروب واتساب ندخل نبتاع ونشتري فيه. أنت تغلق شركات الصرافة، سعر العملة 100 كافتراض، نبكر الصبح والجماعة لعبوا واشتروا وصل 200. ليش؟ لأنه غير خاضع للرقابة أصلا، جروب واتساب، وتبقى الشبكات التحويل مفتوحة. أنت عرضت 100,000 دولار كمثال في داخل جروب للبيع، أنا على طول أعمل لك تحويل من شبكتي لشبكتك الساعة 2 بالليل، بعت لي هو بسعر زائد 4 ريال، أنا عرضته بسعر زائد 6 ريال، الثاني اشترى، فيحصل عملية بيع وشراء داخل جروب واتساب. تصور هذا جانب من جوانب الاقتصاد اليمني، تصور إلى أي مدى وصلنا في الضعف. نعم، طيب، يعني الشبكة اليمنية أو الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية التابعة للبنك المركزي، يعني هي التي قامت أو اتخذت هذه الخطوة، هذه الشبكة ما طبيعة ما تقوم به؟ الشبكة بحسب ما تعرف عن نفسها، أو الشركة التي تم الإعلان عنها، وهي شركة الشبكة الموحدة للأموال، شركة قد تم قرارها في 2020 حسب ما أعرف، إنه ولكن بدأ عملها حقيقة الآن. شركة مساهمة مغلقة فيها 47 مساهم من كبار شركات الصرافة في اليمن. لم يذكر البيان من هي الشركات التي ساهمت في هذه الشركة، لكن إجمالا يقول البيان حقهم أنها شركة مساهمة فيها 47 من كبار مساهمين بكبار شركات التحويلات في اليمن والصرافة. الشركة هذه ستقوم محل، أنا أرى أنها ستقوم مقام هذا الجروب الواتساب، هذا الشيء. الشيء الثاني الجميل، أنها ستحدد قناة واحدة لتداول العملة، هذا الجميل، هذا الإيجابي، ستصبح قناة تداول العملات والحوالات قناة واحدة خاضعة للرقابة من قبل البنك المركزي اليمني ومن قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. هذا من الجوانب الإيجابية الجميلة. أضف إليها سيتم مراقبة العمليات التحويلات بهدف الحد أو إيقاف الغسيل الأموال، والذي الآن نحن، وهذا ما أريد أن أسألك عنه، أنه يعني هل ستحد من غسيل الأموال؟ نعم، وما يتعلق بترحيل الأموال إلى الخارج، تهريب العملة الصعبة إلى مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية؟ طبعا هذا سيحد بشكل ملحوظ إذا ما تم حقيقة
تفعيل دورها وتفعيل الأدوات المساعدة لها. هذا قرار يعتبر يتيم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية جانبية. أنا عندما أصدر قرار كهذا يدل على أني قوي وأمتلك أدوات، إذن فعل أدواتك وإلا سيصبح من ضمن القرارات التي تم اتخاذها ووضعت في الأدراج ولم تنفذ. ولكن إذا نفذ هذا القرار سيحد بشكل كبير من غسيل الأموال، من تهريب العملة، سيحد بكثير من مكافحة الإرهاب والتحويلات اللا منطقية. يعني أنت الآن ممكن عن طريق أي شبكة تحول مبلغ 20-30 مليون بدون أن تسأل. نعم سأعود لك اسمح لي، ولكن نذهب مشاهدين الكرام إلى فاصل قصير ومن ثم نكمل النقاش في هذه الحلقة من مستجدات الأحداث، نتحدث فيها عن جدوى قرار إيقاف التحويلات المالية إلى مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية. فاصل ونعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ما زلنا معكم في برنامج مستجدات الأحداث، نناقش في هذه الحلقة جدوى إيقاف التحويلات إلى مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية. هذا القرار الذي اتخذته الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية التابعة للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. أرحب من جديد بضيفنا في الاستوديو الدكتور إلياس الذبحاني الخبير والمحلل الاقتصادي. دكتور إلياس، يعني كيف يمكن التعليق على ما يقوله خبراء اقتصاديون إنهم يتفقون مع ما تقوله نقابة الصيارفة في العاصمة المؤقتة عدن بأنه لا يمكن ضمان تحويلات المواطنين عبر الشبكة الموحدة التي تم بيعها لشركة صرافة تحولت إلى بنك في عدن، لأن البنك المركزي في عدن لم يقم بحلول لمشكلة التداول في السوق المحلي، كيف تعلق؟ جميل، هذا دليل على كلامي فيما سبق لما قلت أن البنك ضعيف أداؤه وأدواته المستخدمة. هذا أنا أتفق مع هذا الكلام، مع كلام نقابة الصيارفة. شوف عزيزي، البنك لا يستطيع تقديم أي حلول اقتصادية حاليا للأسف، لأنه مقيد، ولا نقول عجز الكادر، لا نقول لأن البنك مقيد، أدواته وسلطاته وصلاحياته جدا محدودة، محدودة بمعنى أنه لا يستطيع تنفيذ قرارات خارج باب البنك المركزي في عدن. هذه واحدة. اثنين، لما تضع حمل كبير، يعني حمل تداول وتحويلات المواطنين كافة لشركة خاصة، أن تسلم رقبة الدولة لأطراف ولو كانوا مضمونين، ولا أتحدث عنهم شخصيا أبدا، لا، نحن نتكلم على كيان دولة، هذه الجوانب لا يجب أن تسلم أبدا لأطراف خاصة أبدا. لماذا؟ بالأخير أنت تسلم رقبة الشعب لشركة خاصة، خطأ. أنا من رأيي الشخصي أتفق مع النقابة في 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 إشكالية تسليم هذا الملف لشركة خاصة. أيضا أضافوا نقطة مهمة، تحولت إلى بنك، يعني كلام النقابة في طياته يحمل معنى واحد، أنك ستضع هذا الموضوع في يد تجار يتعاملون بما يخدم مصالحهم الشخصية. هذا مضمون كلام نقابة الصيارفة. نعم، طيب إذا ما تحدثنا حول هذا القرار وتأثيراته على البنوك والصيارفة. الصيارفة بيأثر عليهم أكثر من البنوك. البنوك ثابتة، البنوك ذات أساس اقتصادي كبير قوي. لأنها كيانات أساس رسمية. شركات الصرافة إذا وجد البنك المركزي، وجد أداؤه الصحيح، لن يصبح لها أثر، ستتحول إلى كشك لبيع وشراء العملات بالسعر المطلوب أو من البنك المركزي. البنك المركزي، يعني الشركات الصرافة الآن عملها كبير وقوي في ظل غياب دور البنك المركزي. إذا ما تم تفعيل دور البنك المركزي تنتهي هذه الشركات، تصبح محدودة العمل، لا نقول تنتهي نهاية كاملة، محدودة مرهونة بقرارات البنك المركزي. الآن يتم التداول بأرقام أكبر من السابق فيما مضى،
يعني المسألة عشوائية حاليا، المسألة خاضعة لجروب واتس، لجروب واتس يعني جروب واتس يحول ويبيع ويشتري خارج الوقت الرسمي. وجود هذه الشبكة قلت لك في جوانب إيجابية جميلة، ستراقب عملية التحويل، ستراقب تمويل الإرهاب، ستراقب غسيل الأموال، ستراقب خروج العملة الصعبة إلى الخارج، لكنها ستضع هذه القرارات كلها تحت سيطرة أطراف محدودين لا ندري توجهاتهم ولا نعرف من الذي سيكون مطلع عليهم. نعم، حتى اللحظة لا توجد أي انعكاسات على العملة المحلية، الصرف ما زال هو بل تزايد. لن نرى تأثير لهذه الشبكة إلا على المدى المتوسط وليس المدى القريب، لا البعيد ولا القريب، المتوسط إذا فعلت أدواتها، وإلا لن نرى تأثيراتها. ما هي أدواتها؟ إذا فعلت أدواتها بمعنى ألزمت شبكات التحويل بالانضمام. أنت الآن في الميدان تمتلك العديد من شبكات التحويل، شبكة في هناك شبكات فرعية، طبعا شبكات التحويل لها أنواع، في شبكات فرعية تخضع لشبكات أساسية، وفي شبكات أساسية خاضعة لنظام واحد. مسألة حلقات تسمى الحلقات المالية، هذه حلقات الحلقات المالية فيما يخص السيولة السائلة أو السيولة الدائرة في مصطلحات اقتصادية. هذه السيولة في شبكات محدودة هي ضمن مجموعة شبكات كبيرة، إذا ألزمت هذه الشبكات إلزام حكومي بعدم التعامل إلا مع الشبكة الموحدة، أقول لك أنه سنرى تأثير طفيف في المدى المتوسط مش المدى القريب. لكن أيضا أضف إلى ذلك، لابد أن يتم تحديد مبالغ سقوف معينة للتعامل وتلزم فيها الشركات. الآن البنك يحدد لك سقف معين للتعامل يوميا، كمثال للفرد 2 مليون في التحويلات، نادرا ما نجد شبكات تلتزم بهذا المبالغ. لكن إذا فعلت نظام الرقابة، فعل هذا النظام وفعل العقاب، مبدأ الثواب والعقاب نفذه على الصيارفة، سوف نجد تأثير إيجابي نحو العملة والحد من التهريب. نعم. وغسيل الأموال. نعم، هل من تأثيرات أيضا على المواطن يعني سلبا إيجابا؟ الآن بعض المواطن يقول نحن لا نستطيع أن نحول إلا عن طريق جهة واحدة. المظلوم والمطحون في كل القرارات الصادرة سواء من الطرفين، طرف الشرعية وطرف الميليشيا، من الطرفين المطحون هو المواطن. المواطن الآن، أنت في قرار بنك مركزي عدن لن يتم التحويل إلا من خلال بنك الكريمي، اتفق معه قرار الحوثي ألغى كل التعاملات في كل الحالات باستثناء الكريمي، حددت قناة واحدة للتحويل. هذه القناة تضع رسوم تحويل خيالية أضعاف الحوالة. فأنت ألزمت المواطن. من المعني بإلزام هذه الجهة بوضع مبالغ معقولة لعملية التحويل، آلية التحويل؟ هنا سأتحدث معك كرجل بنكي سابق، مش كاقتصادي، كرجل بنكي سابق أقول لك البنك ما لهش دخل أبدا في سعر في هذا الموضوع. لماذا؟ لأنه خاضع لعرض وطلب، وخاضع لسعر العملة الفارق بين المنطقتين. أنت الآن تتحدث عن 148 ريال للريال السعودي في صنعاء تقريبا، أقل من ذلك، 142. طيب 142، بينما عندنا في منطقة الشرعية 440 قل بقليل. طيب يعني أنت تتكلم على يعني أكثر من ثلثين، أكثر من ثلثين. فلما تفرض على البنك أو الحوالات تقول له ضع رسوم قليلة، كيف أنا أعمل مضاربة للعملات عندي؟ أنا الآن معي عملتين يمنيتين، واحدة ب 142 واحدة ب 440. لما صاحب ال 140 يحول لعنده ب 440 ما فيش خلاف فيها، لأنه السيولة هنا موجودة وهنا ضعيفة. بس العكس لما أحول من 440 ل 142 السيولة هناك مفقودة. في منطقة الحوثيين يتعاملوا بقراطيس على أساس أنها عملة. وصل لي خبر لا أدري صحته من 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 عدم صحته، أنه وصلت الحالة في صنعاء إلى أنه يتعاملوا بأوراق مكتوبة يدوياً.
يعني أنت صاحب بقالة، أنا أجي أشتري منك معي عملة 1000، أجي أشتري منك مواد ب700، تبقى لي 300، ما فيش معه 300 يديها لي، إنه ما هوش أبو مياه كله مقطع، فيكتب لي، فتكتب لي أنت ورقة أنا بقالة فلان ألتزم لعدنان غالب ب300 ريال كباقي عندي، واختمها لك وديها لك، أصبحت عملة. شوف إلى أي حد. سعود إليك. اسمح لي نشرك معنا في النقاش الدكتور عبدو مدهش أستاذ الاقتصاد في جامعة إقليم سبا. مرحبا بك دكتور عبدو مدهش. يعني كيف تنظر الميليشيا الحوثية لهذه الخطوة التي قامت بها الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية التابعة للبنك المركزي في عدن فيما يتعلق بإيقاف الحوالات وإبقائها على جهة واحدة؟ كيف تنظر الميليشيا الحوثية يعني برأيك؟ شكرا للاستضافة. أولا من حق حكومة الشرعية اتخاذ الإجراءات التي تراها ملائمة للحد من المضاربة في العملة ولمراقبة عملية التحويلات ولمراقبة عملية تهريب العملات الصعبة، هذا أولا. ثانيا الدستور كفل حرية العمل والتحويلات وقالت الدولة لترعى حرية النشاط الخاص بما فيها حرية الحركة والنقل والتحويلات، ومن ثم وجود الدولة لمنع القيود ورفع معاناة المواطنين، ومن ثم فإن وضع القيود من قبل الحوثية ما هي إلا زيادة في معاناة الناس. هذه التحويلات قد تكون لمريض يحتاج لعملية جراحة، أو طالب يحتاج مستلزمات الدراسة، أو تحويلات للمحتاجين ورعاية الأسر، ومن ثم رد فعل حكومة الحوثية لمنع التعامل مع الشبكة الموحدة، وهذه الشبكة هي كل الصرافين المشتركين فيها في حكومة الشرعية أو المتواجدين ولها فروع في صنعاء، هي مفتوحة التعامل من خلالها. إذن هو عندما يمنع عمل الشبكة هذه هو يضع قيود تزيد من معاناة الإنسان. ما الضرر من الشبكة الموحدة؟ إذن هو على التساؤل الذي يطرح نفسه. إذن ماذا الحوثية هي تمنع هذه الشبكة؟ إذن هي مستفيدة وتستغل الشبكات الغير مراقبة لمصلحتها. هذه الجماعة تتفنن في اختراق المعاناة للمواطن، قطعت الاقتصاد، قطعت الجهاز المصرفي، منعت تصدير النفط، وتشن حروب سياسية على الشرعية، وهي بذلك تمارس الحرب على الشعب اليمني. اليوم عندما تمنع التحويلات إلى مناطق سيطرة الحوثية هي بحد ذاتها تعمل على رفع معاناة المواطن وتزيد معاناة فوق معاناة، وخاصة في هذا الشهر الكريم. نعم، برأيك دكتور ما البدائل لهذا الإيقاف؟ البدائل، أولا الشرعية لم تقيد عملية التحويلات، فالبنوك والشبكات في حكومة الشرعية لها فروع في صنعاء تعمل بشكل طبيعي، وما دام المنع يتم من قبل الحوثي يمنع استلام المواطن التحويلات أو الحقوق، هذا الأمر هو جرم ضد الإنسانية وتصرف خارج الدستور والقوانين. هذا التصرف ليس له أي معنى إلا الإمعان في عملية زيادة معاناة المواطن وتقويعه وإذلاله، فالبديل ما هو البديل؟ البديل هو انتفاضة هذا الشعب على هذه الميليشيات لاستعادة كرامتها والمحافظة على حقوقها وحريتها، ليس بديل يوجد غير التخلص من هذه الآفة التي جاثمة
على رغبات الشعب اليمني. في هناك ملاحظة يجب أن أشير إليها، أنه في من يطرح أن الشبكة الموحدة تقتصر على مجموعة من الصرافين أو البنوك. طبعا هذا الكلام غير سليم إذا كان موجودا، فما دام الشبكة موحدة فمطلوب أن يتم توسيع هذه الشبكة أو تشمل كل الصرافين. هذا الإجراء يمنع عملية الاحتكار ويعزز عملية المنافسة، فالمنافسة هي تمنع الفساد وتعزز عملية عدم الاحتكار. وشكرا. شكرا جزيلا للدكتور عبد مدهش أستاذ الاقتصاد في جامعة إقليم. سب أعود إليك دكتور إلياس الذبحاني. دكتور، البنك المركزي الخاضع لسيطرة الميليشيا الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء أصدر قرارا بمنع صرف الحوالات الخارجية يوسترون يونيون نعم وما في حكمها، يعني نتحدث عن في مناطق خارج مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية أو من الفروع التي لم يصرح لها. كيف يمكن التعليق على هذا القرار الذي أصدرته الميليشيا الحوثية والبنك التابع لها؟ أعتقد أن هذا القرار شكلي أكثر من أنه سيطبق في الواقع. من أنت من أجل تفرض على شركة مثل وسترن يونيون أو شيفت أو كويك باي، شركات عملاقة، من أنت أو مونيغرام تفرض عليها عدم التعامل؟ أعتقد أنه قرار غير ذو جدوى. ممكن يفرضوا عليهم فرض عسكري. الحوثيون ممتعضون من هذا الإيقاف طبعا، والدليل إصدارهم لنفس القرار. نسخوا القرار، قرار بنك عدن، ولصقوه وكتبوا عليه صنعاء، نفس القرار. والدليل أنه اليوم الثاني أو أعتقد اليوم الثاني كان نعم. طيب ما التأثيرات الذي أحدثوا على الميليشيا الحوثية؟ ضربة كبيرة، لأنه لا يعني يجب أن نعلم أن لديهم خلايا تعمل عندنا في منطقة الشرعية، تسحب العملة الصعبة، تسحب العملة الصعبة وتكدس عملتنا الجديدة عندهم، لأنهم يعلمون أنهم سيصلون في يوم من الأيام إلى القاع، ووصولهم إلى القاع يعني أنه إذا لم يمتلك ترسانة مالية من الرسمية سينهار في لحظة واحدة. نعم، البعض يقول هذه هي أولى خطوات تجاوز للانقسام الحاصل في العملة، هل تتفق؟ للأسف هذه ستعمق الانقسام. أيوة ستعمق الانقسام. أنا الآن لا أستطيع التحويل إلى إخوتي أو أخواتي في صنعاء بسبب أن عملتهم تختلف عن عملتنا ونحن دولة واحدة. نعم، الموضوع الذي يعني يطرحه اليمنيون، متى سنتجاوز هذا الانقسام الحاصل في العملة والذي أرهق وأثقل كاهل المواطن، لا سيما ذلك المواطن البسيط الذي يحول 100,000 ريال ولا تصل سوى 30,000 ريال؟ تجفيف منابع الحوثي الاقتصادية هو الذي لا نقول سيحد، وإنما سيعمل عملية قطع كلي لتدهور الاقتصاد في اليمن. كيف؟ أنت إلى اليوم لا زالت شركات الاتصالات تدفع إيجاراتها ورسومها لصنعاء مبالغ تتجاوز التريليون ريال، يعني منطقياً لا يزال حوثي يمتلك أكثر من 40% من مقومات الدولة التي لا نمتلك نحن شيء منها، يعني ميناء الحديدة. اترك ميناء الحديدة، عدة جهات رسمية لا تزال تتعامل مع نظام صنعاء ومغفلة لنظام الشرعية، وهو الأولى والأفضل والأحرى أن يتم التعامل معه. ولكن نظرا لمحدودية الأدوات المستخدمة من قبل الحكومة ومن قبل البنك المركزي ومن قبل الجهات المعنية، أمس أنا أقرأ أو أيوة أمس أقرأ بيان صادر من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يترجى وكأنه يتذلل أو يا منعاه سلموا لي الأوراق الرسمية لإنشاء شركة فلان أو شركة علام. لا نزال في الشرعية لم نتخطى عدة صعوبات لا أدري من المتحكم بها، ولكن إجمالا كنظرة اقتصادية ممكن أن هذا أن نقطع هذا الانقسام ونوقفه إيقاف كلي عندما لا يجد الحوثي مصدر أو منبع للأموال.
يعني أنت تريد أن تقول أن هنالك منابع أو مصادر للأموال تصل للميليشيا الحوثية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. صحيح. وواحدة من هذه التحويلات الآن، التحويلات العشوائية التي كانت. لذلك قلنا وجود شبكة موحدة إيجابي، بس أيضا يحمل جوانب سلبية. ولكن لا ننظر للجانب من الكوب الفارغ، ننظر من الكوب الملآء. لذلك نقول أنه يجب تعزيز الأدوات المساعدة لتنفيذ هذا القرار، وسنلمس على المدى المتوسط تأثيرات إيجابية وجميلة. أيضا في نقطة كنت أحب أن أنا تفضل أتكلم فيها، أنا سأختم معك وأنت ستتفضل بما تريد. دور البنك المركزي، دور البنك المركزي. البنك المركزي يسمى بنك البنوك، أبو البنوك في الدولة، في أي دولة في العالم، هو الأساس، هو الذي يتحكم بمقدار السيولة من العملة المحلية في السوق، ويتحكم بمقدار العملة الأجنبية في السوق. بمعنى البنك المركزي يجب أن يعرف كم عدد العملات من الدولار في السوق، يعرف بالتحديد، وتقريبا يعني بيانات البنك المركزي يجب أن تكون محددة. ولمسنا من سابق في 2014 أي مكان موجود معنا دولة قبل أن يختطفها الميليشيات. البنك لابد أن يفعل دوره الحقيقي. البنك هو الذي يراقب العملات ويراقب السيولة، هو الذي يقول نحن سنتبع سياسة الانكماش أو سياسة التوسع. نحن لدينا في علوم الاقتصاد وفي علوم المال سياستين يجب أن نتبعها، سياسة التوسع المالي وسياسة الانكماش المالي. نعم، قبل أن أختم دقيقة تفضل، أردت أن تقوله. الدقيقة ليست كافية، ولكن أدعو الإخوة في الحكومة والإخوة في البنك المركزي أن يجلسوا مع بعض، ولا تكون قرارات الحكومة في وادي وقرارات البنك المركزي في وادي آخر. أدعو الجهات المعنية بالالتزام بقرارات البنك المركزي. البنك المركزي هو الذي يعلم مصلحة الدولة المالية، لا يعلم أحد من الجهات الرسمية مصلحة الدولة ماليا إلا البنك المركزي. يجب أن يعطى حقه الصلاحيات، يجب أن تنفذ قرارات البنك المركزي، يجب أن يدعم البنك المركزي بقوة أمنية أيضا. أنت لا يمكن أن تنفذ أي قرار إلا بجانب دولة تؤمن لك تنفيذ قرارك. أدعو إلى إضافة كوادر كبيرة إلى البنك المركزي وتفعيل دوره، ليس شكليا كما هو الآن. يجب أن يكون هو المطلع وهو المدير للعبة المالية في اليمن. أنا هذه دعوتي، أدعو أو أستغل فيها منبر سهيل للدعوة فيها. يجب أن تجلس الحكومة مع البنك المركزي لوضع حدود لعدم التدخل في قرار البنك المركزي. شكرا جزيلا دكتور، أشكرك على كل ما أفدت به وأجدت وطرحته في هذه الحلقة. المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور إلياس الذبحاني، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من مستجدات الأحداث. السلام عليكم ورحمة الله.